كان ما بين الليلة 27 من رجب عام 35 و800 للهجرة ويوم الثلاثاء الموافق 20 من جماد الأولى سنة 57 و800 هجرية فاصلا قصيرا بين مولد السلطان العثماني محمد بن مراد وفتحه مدينة القسطنطينية. بعد سلسلة نشاطات عسكرية مهدها ببناء قلعة ضخمة على سيف الشاطئ الأوروبي من البوسفور ابتغاء السيطرة على مدخله وابتغاء منع وصول إمدادات النجدة الأوروبية وعززها بدك أسوار القسطنطينية، تفتقت عبقرية السلطان محمد عن فكرة لا سابقة لها في تاريخ الحروب العسكرية. بعدما قطع البيزنطيون طريق الوقاية أمام المسلمين بزرع السلاسل الحديدية في خليج القسطنطينية لمنع الأسطول العثماني من الاقتراب من أسوار المدينة المحاصرة، جاء العلاج على شكل إعجاز عسكري حبست أوروبا أنفاسها طويلا أمام روعة تدبيره وفجاءة صدمته. سقط في يد قسطنطين ورأى أن سلاسله الحديدية قد فشلت في أداء الدور الذي وضعت له أصلا، وظن أن 80 سفينة العثمانية التي عرفت طريقها إلى عرض الخليج البيزنطي قد نجح أصحابها بشق الأنفس في تحطيم سلاسل الحديد. كانت الفكرة العبقرية التي اعتمد السلطان الفاتح تقوم على رص آلاف جذوع الأشجار الضخمة في صفوف منتظمة على طول طريق بري تزيد مسافته على 6 أميال وسكب أطنان من الدهن والزيت فوقها لتسهيل عملية سحب السفن فوق جسر خشبي. وبالتوازي مع عملية السحب وكل السلطان إلى مجموعات أخرى من جنده مهمة ربط السفن من جميع جوانبها بحبال متينة من أجل حفظ توازنها في أثناء عملية السحب. ولم يقتصر نشاط كتائب الجيش العثماني على ساحة المواجهة الميدانية المباشرة، بل لقد أضافوا إلى مشهد المعركة بعدا آخر هو الحرب النفسية من خلال كتائب الأنفاق التي قذفت الرعب في قلوب البيزنطيين، وبدأ تأثيرها المعنوي من حيث توقف مفعول الرعب البري والزلزال البحري قبل أن ينتهي بأهل القسطنطينية عناد إمبراطورهم إلى مصير ممض باهظ كلفه شخصيا حياته وكلفهم من بعده سحب ثقتهم المجانية في مراجعهم الدينية التي وعدتهم ومنتهم ثم قاسمتهم بالصليب أن الملاك الأزرق لن يأذن للمسلمين بدخول القسطنطينية.